المسلمين الطاهرين المعصومين المظلومين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين أبا الحسن والحسين يا علي قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن ركب الماء بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه مضى على اهتمامه بغصة بها الدار مدى أحقابه عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة منها شعر ملكاه في إهابه لله لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه وجهان لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه فاغبر وجه الكام لاصفراره وخضب الإيمان لاختضاب
أصحابه ويزعمون حيث طلوا دمه في صدره قد زيد في ثوابه والصوم يدعو كل عام صارخا قد نضحوا دمي على ثيابه أطاعة قتلكم من لم يكن تقبل طاعات الورى إلا به قتلتم الصلاة في محرابها في مثل هذه الليلة وزينب تنظر إلى حال أبيها قلنا نزلت الكوفة يا علي كشر علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة كشر علينا نزلت الكوفة يا أبو حسين فالك عسى فالسلامة يا ضي العين قال الحسن يخت السلامة للأبو منين ما تنظري السيف شد ضر الجبين ما ظلت من طبرته حامل حميدون يوم بعد يوم لونه تغير وانتحر ما تنظرين قالت يا عدلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسن ونعيد بزينة ولا نعيد يتامى قالها يا ثكل العيد لا تتذكرين يا اختي يا زينب جان عيد تعيد الشام جان الخبر وصل صير ابراد الايام واحنا بعد ليله ويوم ومصبح دام عند الفجر كان في الارامل تفقدين صاحت عسى بعيد البلاء يا درة العين بالموت لا تفاول على عز المسلمين إلا قال الله يا حسن نفقد ولي العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون إلى النار وبئس المصير. قال الله تعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فمن بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. مواساه لصاحب العصر والزمان ولتعجيل الفرج الشريف ولقضاء الحوائج وقبول الاعمال. طيب وفقكم الصلاه على الاجوال. هذه الآية الكريمة التي صدرنا بها بحثنا لهذه الليلة من الآيات التي نتحدث عن مفهوم الإخاء، ولكن نحن قبل أن نتحدث عن هذا المفهوم نشير بأن البحث لهذه الليلة ينقسم إلى مبحثين أساسيين. المبحث الأول في معنى الأسماء الإلهية، والمبحث الآخر في معنى الإخاء الذي أشارت إليه الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة هي من الآيات التي تعتبر من كنوز القرآن، وكل آيات القرآن كنوز. هذه الآية التي صدرنا بها البحث لهذه الليلة يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالح. وإلى ثمود أخاهم صالح، لماذا يقول الله سبحانه وتعالى ويعبر في هذه الآية الكريمة أن نبيه صالحا عليه السلام هو أخ لهذه المجموعة التي تذم في القرآن الكريم؟ لماذا يتحدث عن مفهوم الأخوة بين هذا النبي وبين تلك الفئة المشركة التي سوف تحدد ديانتها وعقيدتها فيما بعد إن شاء الله في هذا البحث؟ الله عز وجل يقول في الآية الكريمة: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. الله من أسماء الذات كما يعبر عنها عند العلماء، والأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسماء الذات وأسماء الصفات وأسماء الأفعال. أما أسماء الذات فهم يعدونها بخمسة عشر اسماً، 15 اسم من أسماء الذات يحددها العلماء، منها الله والرب وبقية الأسماء. وأما أسماء الصفات فهي 18 اسماً، ومنها الحي والقيوم، وهلما جرى بقية أسماء الصفات.
وأما أسماء الأفعال فهي 37 اسما. ومن هذه الأسماء أسماء الأفعال الخالق والبارئ والمصور وما إلى ذلك من بقية أسماء الأفعال. قال عبد الله هذا النبي نبي الله صالح عليه السلام يتحدث بشعار الأنبياء الذي يأتي به الأنبياء عليهم السلام إلى أقوامهم. كل نبي من الأنبياء عندما يأتي ينادي بهذا الشعار، لأنهم ينطلقون من عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد الاعتراف بالإله الواحد، مبدأ الإيمان والعقيدة يقوم على ذلك. قال يا قوم اعبدوا الله. نحن لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ نعبد الله عز وجل لأنه مستحق للعبادة، ولأنه الخالق والبارئ والمصور، ولأنه يستحق العبادة. أما غير الله عز وجل فلا يستحق العبادة إطلاقا. ولذلك أنت ترى كل الشعوب وكل الأمم أساس الانحرافات عندها عدم التوحيد والبعد عن الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله. كل ذنب من الذنوب التي تصدر من الأمم ومن عندنا منشأها عدم المعرفة الحقيقية بالله عز وجل وعدم عبادته الحقيقية. كل ذنب مصدره عدم العبادة الحقيقية. ولذلك ترى هذا الفساد يستشري في الشعوب وفي الأمم بسبب هذا الأمر. نعود إلى المبحث الثاني وهو الأهم الذي نتحدث فيه في هذه الليلة في عجالة من الحديث، وهو حول معنى الإخاء الذي تعرضت له الآية الكريمة وأشارت إليه. قبل أن نشير إلى هذا الإخاء، تقول الآية الكريمة وإلى ثمود أخاهم. من هم ثمود؟ ثمود وعاد هم من الأمم التي عاشت بين الشام وبين المدينة في منطقة القرى كما تعرف، بين مكة بين المدينة وبين الشام. هذه المنطقة الممتدة بين الشام وبين المدينة، وكانت عبادتهم الشرك بالله عز وجل. عقيدتهم وديانتهم الشرك بالله عز وجل وعدم التوحيد. إذا تبين أن هذا الأمر هو ديانتهم، فلماذا الله عز وجل يقول في الآية وإلى ثمود أخاهم صالحا؟ أليس هو نبي من الأنبياء؟ أوليس ذلك النبي يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله الواحد الأحد؟ فكيف آخاه بينهم؟ آخا بينهم وبين تلك الأمم المشركة. هنا يتبين لنا بأن الإخاء أنواع وأصناف عديدة. القسم الأول من هذا الإخاء وهو الإخاء الإنساني. الإخاء الإنساني يعني إخاء السكن كما يعبر عنه، وإخاء العشرة أو العشرة عفوا، إخاء العشرة بغض النظر عن الديانات وبغض النظر عن العقيدة وبغض النظر عن التوجهات، يبقى عندنا عامل مشترك وهو عامل الإنسانية. الله عز وجل خلق الناس جميعا فلا فرق بينهم في مسألة الخلق. تبقى بعد ذلك العوامل الأخرى، عامل العقيدة وعامل الدين يفرق بين الناس على شكليات معينة، هذا ليس مجال البحث في هذا الجانب على أقل تقدير. المتعجرفون من الناس الذين يتصورون بأنهم أعلى من غيرهم، الذين يتصورون بأنهم خلقوا من طينة مميزة ومن طينة فاضلة غير البشر، فتراهم يستعلون على الخلائق. هؤلاء أفكارهم تدل على قصر الفهم وقصر التصورات والأفكار. يأتي على سبيل المثال على من يعيش في قصر فارغ،
حتى يجذب انتباه الناس فيتحدثون به في كل موضع وفي كل موطئ قدم. ومن يلبس الثياب الفاخرة على أن يلفت نظر الآخرين لهذا الهدف وبهذه الشاكلة. هؤلاء عندهم قصر في الفهم من أنهم يتصورون أنهم خلقوا من طينة فاضلة. أين الخلل في هذه المسألة؟ الخلل في هذه المسألة أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجميع من طينة واحدة، من التراب، الأصل من التراب، والخاتمة واحدة، الرجوع إلى ذلك التراب. أحد العلماء عنده نظرية يطرحها وهو فرويد، يقول بأن 90% من سلوك الناس وسلوك البشر هو سلوك اصطناعي أو صناعي. كيف يكون ذلك؟ هذا الذي أشرنا إليه، أن أكثر السلوك الذي يصدر من الإنسان هو سلوك صناعي لا طبيعي لا عفوي. يتصنع الإنسان ذلك، يتعمد أن يعيش بذلك الشكل على أساس أن يلفت نظر الآخرين، يتعمد أن يلبس ذلك الملبس من أجل أن يلفت نظر الآخرين. فإذا أيها المؤمن، عندنا الأخوة الأولى والإخاء الأول وهو الإخاء الإنساني. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ضرب لنا أروع الأمثلة في الإخاء الإنساني، في تعامله مع الإنسان، في تعامله مع البشر. تعال على سبيل المثال في واقعة النهروان. واقعة النهروان بعد رجوع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من واقعة صفين، وبعد حدوث تلك المعركة بينه وبين معاوية وأتباعه وتحكيم القرآن، أراد علي في رجوعه الدخول إلى الكوفة، وإذا بفئة من الناس هم الخوارج انحازوا بعيدا عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يرغبوا في الدخول إلى الكوفة. أشار إليهم أمير المؤمنين وعليهم بأن يدخلوا إلى الكوفة وأن يكفوا الأذى، إلا أنهم لم يرضخوا إلى ذلك الكلام. ازداد خطرهم حيث أن أمير المؤمنين كلما أرسل إليهم رسولا كلما قتلوه، حتى قتلوا الصحابي الجليل عبد الله بن خباب، بل وبقروا بطن زوجته وهي حامل. وإلى هذا الحد أمير المؤمنين صبر عليهم عليه السلام، ولما يزل يتعامل معهم بالإنسانية. أرسل إليهم أحد الصحابة، أحد أصحابه، حدثهم بالتي هي أحسن في آخر المطاف. جماعة منهم تفهموا لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، وبقي منهم 4000. ال4000 هم الذين قاتلهم أمير المؤمنين عليه السلام في وقعة النهروان، إلا أن إنسانية علي عليه السلام تأبى من أن يبدأ أولئك بالقتال، فلم يبدأهم بالقتال، وأصر على أن يبدأوا هم بالقتال. فلما بدأوا القتال شد عليهم أمير المؤمنين عليه السلام بسيف ذي الفقار، وشد أصحابه عليهم حتى أفنوهم عن آخرهم، إلا 9 منهم فروا من ذلك المكان، 9 فروا من ذلك المكان، وإلا البقية كلهم قتلوا في تلك المعركة. في واقعة صفين أيها المؤمن يضرب لنا أمير المؤمنين أروع أمثلة الإنسانية. تعال، لما ملك معاوية وأصحابه الماء، شوف أيها المؤمن، تتضح لك المسألة، من يتعامل بالإنسانية ومن يتعامل بالوحشية. معاوية ملك الماء فمنع عليا ومنع أصحابه من الماء. اليوم التالي علي أصحابه ملك المشفعة، جاءوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا: أبا الحسن، لقد كفاك الله مؤونة القتال، فالفرات كله تحت أيدينا والحر يكاد يميت الإنسان. يعني ما يحتاج القاتل يا علي، يموتون من الظمأ من العطش،
وليس هنالك داعي لأن نقاتلهم بسيوفنا، فالحر يكاد يميت الإنسان. شنو يسوي أمير المؤمنين عليه السلام؟ أرسل إلى مالك الأشتر، قال له يا مالك تعال، القائد الأكبر لجيش أمير المؤمنين، قال له يا مالك افسح لهم عن صدر الفرات، يعني كل الجنود اللي وقفتها يا مالك على مشرعة الفرات أبعدهم، اكشف المشرعة لا تمنعهم من الماء. أمير المؤمنين هم بالأمس كادوا أن يميتونا عطشا، يقتلوننا من الظمأ، وأنت الآن تسقيهم الماء، تأمرنا بأن نكشف المشرعة. لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأن هذه أخلاق علي، وهذه إنسانية علي، وتلك أخلاق معاوية وأتباع معاوية. أوليس علي تربية القرآن وتلميذ القرآن الذي يربيه على قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة، لأنه ولي حميم. هذا النوع الأول من الإخاء. أما النوع الثاني فهو الإخاء الإسلامي. الإخاء الإسلامي هو إخاء العقيدة، إخاء الدين، أن يشترك الإنسان المسلم مع بقية المسلمين في عقيدتهم. هم يعتقدون بأن هناك إله اسمه الله عز وجل، اسم الذات هو الله عز وجل، يعتقدون أن هناك إله واحد. إذا الإخاء الإسلامي هو إخاء العقيدة. أنت لو تأتي لتسأل شخص هل تؤمن بالله؟ يقول بلى أؤمن بالله عز وجل واحدا أحدا فردا صمدا. هل تؤمن بالمعاد؟ يقول بلى، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالمعاد. هذا الإنسان إذا اعترف بهذا الأمر إذا انحقن دمه، هذا الإنسان أصبح مسلما مصان، يحرم دمه. لكن على أي أساس نقدر أن هذا الإنسان غير مسلم؟ هناك فئة من الناس يعتبرون أن من يسب الصحابة فهو ليس بمسلم، أن من يسب الصحابة فهو ليس بمسلم. تعال أنت يا من افتريت وقلت بأن هذا الذي يسب الصحابة ليس بمسلم، هل اطلعت على كتبه الفقهية وكتب العقائد عنده؟ هل تجد كلمة واحدة في كتب الفقه والعقائد ما يشير إلى سب الصحابة؟ حقيقة تقال أيها المؤمن أن أمير المؤمنين عليه السلام ابتدع معاوية بن أبي سفيان سبه، فاستمرت هذه البدعة 80 سنة يسب على المنابر، حتى أن معاوية يقف في صلاته أو في قنوته يقف فيسب علي بن أبي طالب. وزاد على ذلك عمرو بن العاص يقول أجيدهم الحسن والحسين وأمهما فاطمة. عندما يأتي هؤلاء إلى ذكر الذي سب علي 80 عاما يقول عندما يصل إلى ذكره رضي الله عنه، لماذا يبرر قوله بأنه ربما تاب؟ عندما يصل ابن حزم فيتحدث ويقول أن الذي قتل علي بن أبي طالب، يعني عبد الرحمن بن ملجم، اجتهد، قتل علي بن أبي طالب اجتهد فأخطأ، قتل علي بن أبي طالب فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، ولا ذنب عليه في قتل علي طبعا، لأن المقتول علي بن أبي طالب. وعندما يصل إلى ذكر قتلة عثمان يقول الذي قتل عثمان فهو كافر لا شك في ذلك، الذي قتل عثمان كافر، والذي قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فهو مجتهد أخطأ فله صدق فله أجر واحد. هذا ما يسمى الكيل، الكيل بمكيالين، عندما يبرر قاتل علي، يبرر قاتل عثمان ويجر، أو يبرر قاتل علي بن أبي طالب ويجرم قاتل عثمان. ولكن علي بن أبي طالب لم يضره ذلك السب وذلك الشتم،
حيث استمر ما استمر 80 عاما لو أكثر من ذلك. هم ابتدعوا بدعة سب علي بن أبي طالب ولكن لم يفلحوا في ذلك. ملأوا قلب أهل الشام بالحقد على أبي تراب، واستمر أهل الشام سنين طوال لا يعرفون من هو أبو تراب، يسبونه في صلاتهم في خطبهم، حتى أن أحدهم يمر بمسجد حمص فرأى رجلا يشتم أبا تراب، رجل إلى جانبه يقول له من هو أبو تراب الذي تسبه؟ تعرفونه؟ قال له والله ما أعرف هذا أبو تراب منه، لكن أظنه نصفا من نصوص الفتن. هذا مبلغ معرفتهم عن علي بن أبي طالب، وهذا مبلغ علمهم عن علي. أما الإخاء الثالث فهو الإخاء النفسي، ويقصد بالإخاء النفسي الاندماج النفسي والتآلف النفسي. أنت قد ترى أخوين من أب وأم أشقاء، إلا أن أحدهما لا يطيق الآخر ولا يكلم الآخر، عداوات. قد تحدث هذه الأمور، وقد ترى في المقابل شخصا متعلقا بشخص آخر لا علاقة بين هذا وهذا، لا علاقة نسب لا قرابة، بل لعله يكون من ديانة أخرى. هذا يسمى بالتآلف النفسي، يسمى بالمحبة النفسية. تعال أيها المؤمن إلى أخوة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، كيف كانت مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، في أي قسم تكون أخوة أمير المؤمنين عليه السلام. نحن نقول بغض النظر عن الإخاء الإسلامي وما إلى ذلك، إلا أن هناك علاقة خاصة بين أمير المؤمنين وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا علي أنا وأنت من شجرة واحدة، اتصال وثيق بين رسول الله وبين أمير المؤمنين وسائر الناس من شجر شتى. نقول يا رسول الله ويا حبيب الله يا أبا القاسم يا محمد، تعال وانظر في هذه الليالي وفي هذا الشهر الكريم إلى ابن عمك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإلى أخيك في أي حال من الأحوال صار. تعال وانظر إليه في أي حال من الأحوال صار، وكيف صوبه أعداؤك يا رسول الله. تعال وانظر إليه في هذه الليلة، ليلة 20 من شهر رمضان، جالسا أو مضطجعا على ذلك الوساد ذلك الفراش، والدماء تشخب من رأسه، والعصابة عصب بها رأس أمير المؤمنين، لكن أيهما أشد اصفرارا، العصابة أم وجه علي الذي نزفت منه الدماء؟ ولذلك يقول الأصفر بن نباتة: غدونا أنا وجماعة من أصحاب أمير المؤمنين إلى داره، فلما أقبلنا إلى داره صرنا خارج الدار، لكن سرعان ما على البكاء من داخل الدار، فبكينا وارتفع بكاؤنا. خرج الإمام الحسن قال: انصرفوا يرحمكم الله. أمير المؤمنين حالته ما تسمح أن تكون الضجة في داخل الدار وخارج الدار، ما يتحمل. يقول: فانصرف أصحابي إلا أنا لم تطاوعني قدماي على الرحيل، بقيت في مكاني. يقول شوية وإذا بأبي محمد الحسن قد خرج، قال: ألم أقل لكم انصرفوا؟ قلت له: يا مولاي، والدموع تسيل من عيني، لا أستطيع أن أمضي قبل أن أرى مولاي أمير المؤمنين. فقد طمن على حالته. يقول: فمضى قليلا ثم عاد فأدخلني إلى الدار، فلما دخلت وقع بصري على أمير المؤمنين جالسا على فراشه،
وعصبت بعصابة الصفراء، فوالله لا أدري أرأسه أشد اضطرارا أم العصابة. فبكيت عندها وأنا مركب على أقدامه، قال لي يا أصفاد لا تبكي فإنها والله الجنة. قلت له مولاي أعلم بأنها الجنة، ولكن أبكي على فراقك، أبكي على حالك يا أمير المؤمنين. يقول فبينما نحن كذلك وإذا بأمير المؤمنين قد أغمي علي، فارتفعت الرجة من داخل الدار من بناته وأولاده، كل ينادي وعليا وإماما. شيد الدين شتاب هصوابها.
وحسن وحسن قل ما نظرت لها ذكرت عصابة العين على وين تعرش يا زينب قالت يا من للك موعين هم كسرت لضلع أي المصالب أحتملها يا أسنادي لطمة عيون أم العمى ضربتك يا والدي بسيف المرادي صابتني براسي ولا اشوفك بالمزع قالها تذكريني يا بنت بعصرة الباب تدرين عني من حزنها مصوب صواب اعظم علي والله من ضربة نسيتها وقلبي على ذاب وانتع فقد النبي وفقد البتولة يعمي العين ولازم بسافر عنك ولازم تصبري ولازم يا زينب تفقدين الحسن وحسين تزود مني يا حزين حال ودع اللهم صل على محمد وآل محمد رد كل غريب فك كل أسير أصلح كل فاسد من أمور المسلمين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يا مجيب دعوة المضطرين يا قاضي الحوائج يا الله افتح حوائجنا ويسر مطالبنا كن على مرضانا لا سيما المنظورين ومن دعونا لهم بالشفاء العاجل والعافية يا أرحم الراحمين بحق محمد والآل جماعتي الحاضرين فردا فردا المستمعين والمستمعان المؤسسين المسببين لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات أرواح محمد وآله الطاهرين أرواح الشهداء السعداء الأبرار ندين الجميع ثوابا فارا